في قلب افريقيا، العوده التاريخيه لكل ذكر يوم 30 يناير من سنه 2017. بسم الله الرحمن الرحيم. كما ترون اليوم عرس رياضي فعلي في مدينة أكادير يتجلى في النسخة السادسة ديال الماراثون الأخضر. لا يسعني في البداية إلا أن أشكر مجموعة رحال على اختيارها المستمر ودعمها لهذا الماراثون. نحن في الجماعة الترابية لأكادير آمنا بهذا الماراثون وساهمنا فيه وسنساهم إن شاء الله. فرحة كبيرة تمثلت في الأعداد الكبيرة التي شاركت في هذا الماراثون من الساكنة ومن الجهة، الأرقام أو كذلك الأبطال الذين شاركوا دوليا. أحياء في مدينة أكادير الآن بدون سيارات، مبادرات بيئية، حقيقة فرحة وربح كبير لمدينة أكادير على جميع المستويات. نتمنى أن يصل هذا الماراثون إلى مستوى الماراثونات العالمية. بسم الله الرحيم. طبعا الحال احنا في اللحظات الختامية ديال هذا الحفل الرياضي البيئي المميز مدينة أكادير، اللي هو الماراثون الدولي الأخضر لأكادير، اللي كيعرف هذه السنة مشاركة مكتفة من داخل الوطن، من داخل الجهة، من خارج أرض الوطن، واللي كيعرف الحدود الساعة يعني التتويج ديال مجموعة من المغاربة بالرتب الأولى. هذا كيشرف الرياضة المغربية وكذلك كيشرفنا من خلال هذا النشاط أن ندعموا هذا الرياضي المغاربة. الجماعة ديال أكادير حاضرة بطبيعة الحال يعني كشريك أساسي في دعم ديال هذا النشاط وفي الاحتضان ديال كافه الانشطه الرياضيه النوعيه على المستوى بطبيعه الحال الدعم المالي، الدعم اللوجستيكي، التعبئه ديال مختلف المصالح الجماعيه الان في هذه اللحظات بطبيعه الحال لانجاح باقي الفقرات على مستوى المسار بطبيعه الحال النظافه ديالو، على مستوى الدعم اللوجستيكي، كذلك على مستوى الربط الكهربائي بالمختلف المصالح اللي كتنقل واللي كتشرف على العملية ديال المتابعة ديال هذا النشاط الرياضي. وبالتالي اليوم وحنا في هذه اللحظات كنتابعوا الدخول ديال المتسابقة الفائزة بالرتبة الأولى في الماراثون في الفئة ديال النساء تحطيم الرقم القياسي المحلي. هذه كذلك نقطة إضافية مميزة لنا على مستوى هذا الماراثون أنه كاين تحطيم ديال الأرقام بصفة مستمرة. نتمنى إن شاء الله على أن أكادير كملتقى لمختلف الأنشطة الرياضية العالمية والأفريقية من خلال هذا النشاط نأكدوا تميز مدينة أكادير والحفاوة ديال الساكنة ديال أكادير والتعبئة ديال مختلف المؤسسات العمومية والخاصة والمجتمع المدني من أجل أنجح هذه الأنشطة وتبقى أكادير بطبيعة الحال عنوان النجاح المتميز في تنظيم ديال مختلف الأنشطة الرياضية النوعية. وبالتوفيق إن شاء الله لباقي المتسابقين وباقي الملتقيات المقبلة وشكرا. هذه الجائزة هي عبارة عن تشريف لمدينة أكادير اللي هذا ماشي العمل الأول ديالها في ميدان البيئة. فمدينة أكادير حصلت على جائزة مينا إنرجي أورس اللي هي جائزة كتعطى للمدن على تسيير الممنهج للطاقة ديالها، هي الأولى على مستوى المغرب وكذلك على مستوى إفريقيا والدول العربية. كذلك مدينة أكادير عندها واحد البرنامج عمل في ميدان البيئة دمجت معها المجتمع المدني وعطتهم هذه السنة منح من أجل العمل، وهذا بان في هذا الماراثون الأخضر. التحدي كان هو يكون عندنا زيرو ديشي في لافان تاع الماراثون، والحمد لله تمكننا من رفع هذا التحدي، وهذا عمل واحد الفريق ديال الجماعة بالخصوص قسم البيئة وجودة الحياة.